وجهة نظرك كيف تقيم مشاركة علي لطفي وقت إصابة محمد الشناوي؟ كيف تنظر إليها وهل أنت راضي عنها؟ وإن كنت راضيا عنها فبنسبة كم في المئة؟ Écoutez, pour Ali, معي سيدي، بالنسبة لعلي من الصعب أن تحكم بهذه الطريقة عليه. نحن لدينا الشناوي وهو من أفضل الحراس المرمى، وأؤكد لكم أنه الأفضل في أفريقيا، ومن الصعب أن تلعب بعد الشناوي. فأنت نجد أن بالفعل حتى المشجعين ينظرون دائما ويقومون بعمل المقارنات، وهذا طبيعي. وفيما يخص علي، ليس من دائما بديهي أن يلعب بنفس الطريقة، وخاصة أنه يخضع لضغوط كبيرة جدا، لكنه يؤدي بشكل رائع. أعلم أنه يقع تحت ضغوط كثيرة في رغبته في اللعب، وأعلم أن الشناوي هو الشناوي هو الشناوي، وعلي هو علي، وكلاهما له شخصيته وأسلوبه. وأنا أعلم أنه من الصعب أن يحتل المكانة الشناوي بشكل كامل، وبالفعل عندما احتجنا إليه وجدناه وأدى بشكل رائع وقام بدوره كما يجب وحل محل الشناوي، وبالفعل سار على مسيرة الشناوي. أعتقد أنه يقوم بما يقوم به الشناوي في التدريبات، ورائع أن نرى الاثنان في تقدم دائم ويعملوا بشكل قوي، وأنا أضعهم على الطريق وكل منهم يعمل ما عليه، وهذا هو المطلوب. على مدار تواجد الشناوي وعلي لطفي لم نسمع عن مشكلة واحدة أو وحيدة جمعت بين ثنائي حراسة المرمى. ده يخليني أسألك سؤال متعلق بالكواليس، كيف يتعامل ميشيل يانكن نفسيا مع علي لطفي ومع محمد الشناوي لكي يصل إلى الناس بهذا الشكل، العلاقة الطيبة التي تربط الحارسين ببعضهم البعض؟ دوري، أؤكد لكم دوري، أن أقوم بخلق جو الأسرة. فأنا لا أنتقد الحارس المرمى الذي يقوم بعمل خطأ وأقوم بمدح الآخر، أنا أصحح الخطأ. لا، فأنا لا أمزح، إنها مهنة صعبة جدا، وبالفعل أنا أعمل على ذلك. أنا أخلق نوع من التفاهم بينهم، لا أسخر من أحد منهم أمام الآخر، وهذا شيء مهم جدا. الجميع يخطأ، يقوم وبالفعل هم يقومون بعمل جيد. النقد أو السخرية هذا شيء ليس بالجيد، شيء سلبي. نحن لا نحتاج في فريقنا لأشخاص سلبيين، نحن نحتاج لجو أسري، وبالفعل هذا ما نسير عليه، وهم يتمتعوا بهذه العلاقة. الأهلي نادي كبير وجماهيره تحتاج لهذه العلاقة الأسرية، ونحن بالفعل أشخاص إيجابيين، ونحن لا نخلق نوع من الحرب بين حراس المرمى، إنه شيء بسيط جدا. روح الأسرة، نحن أسرة كما يجب، لا يوجد غيرة، كل ما عليك أن تؤدي دورك كما يجب في أرض الملعب، وهذا الشيء واضح. أنا لم أرى على الإطلاق أن قام أحد المدربين بدفع أسوأ لاعبيه، بالعكس، فنحن ندفع أفضل ما لدينا من لاعبين، ولدينا دائما الهدف هو الفوز.